انضم إلينا أيضا للمتابعة رامي محمد الذي انتقل أيضا من ممشى أهل مصر إلى المتحف القومي للحضارة لينقل لنا الصورة من هناك. رامي أهلا بك مجددا، أنت تتواجد في المتحف المصري للحضارة التجربة الأولى والمتحف الأول من نوعه في مصر والعالم العربي الذي يقدم نظرة شاملة على الحضارة المصرية من عصور ما قبل التاريخ وحتى يومنا هذا، إلى أي مدى هذا يعد إضافة كبيرة إلى قطاع السياحة في مصر خاصة فيما يتعلق بحضارة مصر؟ تحياتي لك ولكل متابعينا من داخل المتحف القومي للحضارة، كل عام وكل المصريين بألف خير. ونحن بالقرب من حصن بابليون نتحدث عن مدينة الفسطاط التاريخية بمصر القديمة. هذا الموقع الذي يجمع بين حضارة وتاريخ الماضي والمظهر الجمالي للمستقبل، نتحدث عن موقع مهم جدا تم وضع حجر الأساس له في عام 2002 في هذا الموقع والمتحف القومي للحضارة ليجمع مجمل الحضارات القديمة المصرية. وفي هذا أيضا المتحف الذي لاقى عقبات وأيضا وقفات كثيرة في عام 2011 ليأتي اهتمام الدولة في عام 2014 بافتتاح جزئي لهذا التطوير الذي يشهده المتحف القومي للحضارة بفتح غرفة وقاعة العرض الكبرى بمساحة أكثر من 1000 متر مربع. هذه القاعة التي خصصت للحرف والصناعات المصرية على مر العصور التاريخية لعرضها أمام الجمهور والقادمين إلى هذا المتحف، ليأتي أيضا فيما بعد العام 2017 باهتمام أكثر من الدولة المصرية لهذا التطوير الذي يشهده المتحف القومي للحضارة والمنطقة التي تجور هذا المتحف والتي بجواره، سواء نتحدث عن البحيرة، نتحدث عن الحدائق، نتحدث عن المواقع أيضا الترفيهية المجاورة لهذا المتحف. وإذا انتقلنا أيضا إلى التتويج الكبير من خلال عرض المومياوات الذي جاء تتويج لما شهده هذا المتحف من عمليات تطوير وأيضا عمليات توسعة وأيضا تطوير في العرض المتحفي لمجمل الحضارة المصرية، ليبقى المتحف القومي للحضارة أول وأهم المتاحف الكبرى التي تجمع الحضارات المصرية عبر التاريخ والعصور المختلفة في مصر والشرق الأوسط وأيضا العالم أجمع. هذا هو المشهد هنا في موقع من المواقع التي تشهد عملية تنموية للتاريخ والحضارة الذي يجتمع في هذا الموقع. نتحدث عن أماكن ترفيهية كبيرة، نتحدث عن قاعات عرض أمام الحاضرين وأمام الجمهور من كافة أنحاء العالم، نتحدث عن موقع يجمع بين جمال الحاضر والمظهر الحضاري الكبير وأيضا التاريخ المصري على مر العصور. عودة إليك. صحيح رامي، يعني تجربتين تنمويتين في قطاعين مختلفين، رامي محمد من المتحف القومي للحضارة وجرمين إبراهيم من حي الأسمرات، أشكركما شكرا جزيلا في محاولة منا لرصد أوجه التغيير في الحياة في مصر بعد 10 سنوات من مرور ثورة 30 من يونيو.